أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة. ندعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري. أكدت المستشارة السابقة لرئيس الجمهورية رشيدا نايفر أن الإعلان عن تشكيل الحكومة يوم أمس كان حدثا وطنيا مهما يقترن بخطاب الرئيس قيس سعيد الذي يعد أهم خطاب له منذ يوم 25 حسب قولها. وأوضحت أن أهمية خطاب الرئيس قيس سعيد تكمن في أنه رد بكل وضوح قولاً وفعلاً على كل الاتهامات له بخرق الدستور ليؤكد أنه ما زال يعمل في إطار الدستور خاصة من خلال أداء أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمامه. وأضافت في تصريح لإذاعة جوهرة أن رئيس الجمهورية أوضح المقصود بالخطر الداهم وحدده بأنه البرلمان بما يعني نيته الذهاب لانتخابات ليس واضحاً متى ستكون. ندعوكم لترك تفاعلاتكم وتعليقاتكم وإلى اللقاء.